تشابي الونسو الحكم مونتيرو يطلب اللعب هجمه لكارث بيل ممتازه هجمه خطيره وكره مثيره جول 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 خسر رودريغيز وبدايه الامتياز 1-0 للريال الريال الرويال مشاهدينا الكرام الضاحية الجنوبية تتألم بفعل الأقدام الملكية هات الكرة وشوف أجمل صورة يسارية ثم يمينية رودريغيز صنع الامتياز والكرة الأولى في شباك ميغيل أنخيل مويا الريال بثوب الأبطال يا سادة وهدف العادة هدف نستلق على اليسار أنخيل ديماريا ديماريا اللي يوزع وكريم جول كريم 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 يكرم الضيافة الملكية بالثنائية 14 هدف لكريم بنزيما في هذا الموسم كريم كريم رائع توزيعة أرجنتينية عالمية من نجم الكرة الأرجنتينية أنخيل ديماريا هدفان لصفر للريال 67 هدف ثاني أقوى خطوط الهجوم الإسبانية على بعد هدفين من الأقوى برشلونة اللي يملك 69 هدف الريال مشاهدينا الكرام الريال زي ما 22 انتصار 4 تعادلات منذ الكلاسيكو 26 نوفمبر الماضي الريال بوضعية الأبطال لوكا مودريتش جول كرة كرواتية مثالية وعالمية هو لوكا مودريتش كرويف الكرة الكرواتية يعطي للفرقة الملكية أجمل ثلاثية ولويس غارسيا يعاين الأضرار داخل الديار شوف الكرة اليمينية الكرواتية في شباك أنخيل مويا ثلاثية يا سادة ريال مدريد كالعادة ريال مدريد مشاهدينا الكرام على بعد هدف واحد من معادلة